الله اكبر الله اكبر انا تختلف على وزارك تغير تختلف تفضل يا اخوان منكم حوري وفضلني تفضل احد علاوي تفضل يا ولدي شو بدك تفضل عيوني اشرب مصع عليك تفضلوا هاي الاجانب هذول صفتهم تفضلوا. رياض جابر من مدينة الطيب المثلث عرب 48. طبعا احنا بنكون بالسحور في المسجد الاقصى يعني من اجل الله سبحانه وتعالى رب العالمين. نحط هذا السحور للمعتكفين في المسجد الاقصى. وكل سنة ان شاء الله يعني هاي صرنا 10 سنين الحمد لله رب العالمين في هذا العمل وان شاء الله مستمرين باذن الله تعالى في السنين القادمه ان شاء الله يعني والحمد لله كل شيء موجود من غزائن الله من عطاء الله وليس في عند شيء من عندنا كله من عند رب العالمين الله اكبر ما شاء الله هاي الزلمه تحرك هذه من فضل الله سبحانه وتعالى كل طلعت هذه الكلمه وانتشرت يعني والحمد لله نضل نقول تفضلوا اهلا وسهلا هذا السحور كل شيء موجود من غزائن الله سبحانه وتعالى يعني دائما بنقول الناس بيقولوا بدنا شاورما بدنا اشياء كثيره فبنقول الحمد لله اللهم ارزقنا شاورما بتيجي شاورما بتيجي كل شيء يعني كل واحد بيطلب الحمد لله كل شيء موجود الحمد لله والفلافل زيت بالنوافل طبعا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ليس من عندنا الحمد لله رب العالمين وان شاء الله مستمرين بهذا العمل ان شاء الله وندعو جميع المسلمين ان ياتوا الى المسجد الاقصى ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا اجل مدد تفضلوا هاي فلافل تفضلوا عيونك تفضلوا مسرح الشيخ